والله هكا هو دابا من هذا راه عام دابا عام هذا عام دابا راه عام دابا راه عام وهكا دابا هذه ما كاين لا الشلا والو دابا هذا واش ديال الدور دابا خراب انت ديال الدور ديال الدور بخراب شنو دابا يا وغادي دابا هذا الواد هذه بحال هكا حتى لجي الشنطي يا هكا وهذا شنو اللي خارج مكانه ديال الماء هذه يا واش هادشي عام هو هكا؟ عام نصف سبعة دخلنا على الكل اه حتى انت نروح نلعب الوثيقة حيد الوثيقة حيدها هذيك شكاية لا حيدها ليا ما تبانش خويا ممنوع انها تبان شوف 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 السيد دار الكناشي ديرهم باش ما يدخلش باش ما يوصلش ليه الماء لهيه اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر اللي كما كتشوفوا معنا اللي يعني كما كنسمعوا الان عام باش فاض على الساكنه ومازال الى حدود الساعه ما تصلحش مشاهدينا كيقولوا هاد الناس انه جاوا جوج المرات او ثلاثه المرات فرق الصيانه لكن كانت اصلاحات غير نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما كتابعوا معنا هو على المباشر ما زلنا معكم والمياه ما زال ما بغات توقف كنعتذروا عن القطاع الخارج عن ارادتنا اليوم لتلبيه لنداء الساكنه واصحاب المحلات اللي كيتواجد منهم كما كيقول لك هذا الواد اللي ولا غادي معاهم عايش معاهم يوميا لدرجه انهم ولاو دايرين يعني كما كتشوفوا حواجز ديال الاتربه باش ما يوصلش لهنايا والغريب في الامر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي انه الناس قال لك هذه الطريق ديال المسجد الناس كيعفطوا على هذا الماء هذا وكيمشيو كيمشيو لبيت الله نعم غادي نحاول ناخذ الاراء ديال الساكنه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي وهذا الشيء راه خارج حتى للطريق على برا في اتجاه مولاي ادريس يعني الطريق المؤديه لمولاي ادريس وسيدي قاسم فراه كلها يعني واد 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 ديال الماء واد شوف شوف وديان ديال الماء غادا كتجري مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي والرائحه الكريهه اللي كما كنعرفوا هذا واد الحار هذا الشيء واقع كتعيشوا الساكنه اليوم اجا بابا حيد واقع كتعيشوا الساكنه اليوم قال لك ودرنا شكايات بدون اي رد او بدون انه يدار حل يعني حل كلي او حل يكون يعني جذري لهذا المشكل هذا اللي كل نهار كيزيد يتفاقم خويا عطينا ذاك الميكرو هكاك على المباشر دائما غادي نخليكم مع واحد من الساكنه اللي غنحاولوا نعرفوا منه تفاصيل ديال هذا المشكل هذا وشحال هما عايشين مع هذا الوضع. السلام عليكم بالنسبه لحي السعيديه راه تيعانوا من هذا البخرارب هذا البخرارب هذا داينا مشكل دابا كيدوزوا الناس هما دازوا العصر تيمشيو يصلوا وتيستموا عليهم وتيمشيو لبيت الله راه اكثر من عام هادي وراه عندنا الوراق اكثر من عام هكا محمد حشومه صاحبي عام ولا عامين هو حتى انا مساكينه عام ولا عامين وهذا الشيء هكا بحال هكا كيصلحوه عاوتاني من بعد عاوتاني كيوقع نفس المشكل كيصلحوه كيوقف دابا هو وقف تقريبا 20 يوم ياك هاتوتو شي 20 يوم باش وقف ولا عاوتاني هو رجع الماء ولا عاوتاني رجع ملي كتصب الشتا كتكون الشتا عاد كيكون الفيضان الشتا راه كيطرطق هذاك ويطرطق هذاك راه الفيضان كيولي على الطريق مولاي راه بزاف نعم شكيتو ما كاين ما كاين حتى شكاية هاي الشكاية درنا ها الشكاية انتو الشكايات وهكا دابا يعني يوميا عايشين مع هذا الوضع نعم ورا ممكن خذ ولا الشكاية ديالي نعم الشكاية ديالي درت هادي شي عام حتى نعيط لهم تيجيو يسرحوا درتيها انت بحال دابا باش درتيها شي عام من العيد الكبير تيجيو كيسرحوا اللي فات تيجيو تيسرحوا على هذاك الشيء خصو يتعاود خويا خصو يتعاون انتوما دابا كمحلات كي غادي معاهم ايوا حنا صابرين وما علينا ما نعيطو لهم تيجيو وتيمشيو تيصوبو وتيمشيو الريحة و فهمتي الريحة روح كريهة روح كريهة ودابا انت كتبيع ها الخبز ها هو محطوط ضروري تغطي بميكا لابد لا ما غطيتيش بميكا ما والو ها صافي باش غياكلوا ياكلوا الخبز والو الريحة والله لا لا عينا عينا بزاف تنقاسوا ديالكم دابا تنطالبوا باش يصلحوا لنا هادشي ونوضوا يخدموا
خدموا على راسهم من الاخر من الاخر صافي هذا هو. انا راه عياوني ما تمشيش كاع ما بقيتش نبغي نشكي ولا غادي نحاولوا كذلك ناخذوا اراء ديال بعض المتضررين مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي واللي تلبيه النداء ديالهم لانهم هما اللي اتصلوا بنا وهما اللي قال لك اجي شوف تيفي بغينا نوصلوا رسالتنا. راه هاد الناس مازال باقي ما داروا معنا والو. اش واقع مول الحانوت الشكاعي؟ السلام عليكم. معلومه عنك اخويا راه عام تقريبا هادي ما صاوبوش هاد الشيء. راه كيجيو كيسرحوا القادوس وكيمشيو في حالاتهم كيعاودوا يتخنقوا ويطلع هذاك الشيء عاوتاني ما كيدوز حتى نهار كل نهار ماشي غير ضريت شويه راه بزاف راه صحتنا راه تهلكات. صحتك وجيبك؟ ادي جيبي خليه بلا ما ندوي عليه. واش المحل كلا العصا يعني مع الناس كان انا دابا قبيله ديك السيده وبنتها ما لقاتش منين تدوز. وهذاك هو المشكله اللي هبط جاي باغي يتقدى كيرجع عاوتاني بحالاتو ما كيبقاش منين. ما صلحوش جاو سرحوا القادوس وزادوا بحالاتهم. هو عاوتاني تخنق في البلاصه. مازال ما دازت عليه حتى ساعتين الماكينه هو تخنق عاوتاني. هذا الشيء دابا يلاه تصايب؟ يلاه غير قبيلات. قبيلات هذا الشيء؟ يعني يلاه كان هذا الشيء اليوم كيتصايب. اييه. مشاو تفرقع. اييه. شي عايشين معايا. شنو رسالتكم اليوم انت كا يعني اليوم انت تاجير وصحتك كما قلتي جيبك وصحتك. شنو رسالتك اليوم للجهات المسؤوله والمعنيه؟ الله يهديهم يجيو يصلحوا هذا الشيء ويد. حيدوا علينا هاد الخنزه هذا راه خويا راه مرضنا. راه خاصو خدمه كبيره كيبان ليا ماشي شي حاجه صغيره. راه خص كلشي يتعاود هنايا ماشي ياه. خص يتعاود الدرب كامل راه خص يتعاود هاد الشيء. انا نعم روح حتى الزباله اللي راه خناجي دابا درتي خناجي ديال التراب باش تكالي على الماء. وراه الماء راه كيجي حتى لقدام المحل هنايا. كيوصل حتى لهنا تحت الثلاجه. حتى كيفوت تحت الثلاجه كيدخل لعندي حتى لقدام المحل هنايا. ياه. اييه. واخا خويا الله يدير الخير كنتمنوا التفاعل ايجابي مع النداءات ديالكم ان شاء الله. الله يحفظكم. شكرا. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي هذا هو الوضع اللي كتعيشه ساكنه حي السعيديه اللي كيتواجد بمدخل العاصمه الاسماعيليه في اتجاه يعني الناس القادمه من سيدي قاسم وطنجة ومدن الشمال عبر الطريق الوطنيه. فطبعا غادي يدخلوا هذا هو المدخل ديالهم لمدينه مكناس. وحتى يعني المياه العاذمه اللي خارجه من هذا الحي هذا الان راه متوجهه حتى الطريق يعني المدخل ديال المدينه. وحتى مع مستعملي الطريق راه كيديو هاد المياه وهاد الروائح في السيارات ديالهم وفي العجلات ديال السيارات. فاليوم كنتمناو كما سمعنا الان انه كيقول لك هاد الناس انه يلاه كانت فرقه ديال الصيانه هنا فريق ديال الصيانه اللي كان من اجل انه يتدخل وقام يعني بقيام ببعض الاشغال هنا. لكن قال لك ما كاينش حتى ساعتين من بعد ما مشاو ها هو الوضع رجع على ما هو عليه. والماء ديال الواد الحار ديال هذا الحي كامل على على المباشر كما كتشاهدوا معنا غادي في الهواء الطلق مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. نكملوا رساله خويا رسالتكم الاخيره. الله يهدي هاد الناس ديال الاراضيم. الله يهدي الناس هاد الجامعه. الله الوكاله الله يسلمكم بخير لما تصاوبونا هاد الشيء. راه الناس كيعانيوا وحنا راه الناس راه حنا كنمشيو للجامع راه تنطمع على هاد الشيء وكنمشيو. اتفق معايا اخويا ولا ما متفقش معايا؟ ايوا راه معاناه راه اكثر من عام هادي وكنصدموا عليهم وكيتخطاوها وكيمشيو وهذيك راه الريحه راه عرفتي راه كتخنقنا تا والله يهديهم يقادونا هاد بوخرارب. هاد بوخرارب راه دارنا الشو هاد بوخرارب. الريحه خانزه على الساكنه حي السعيديه. وشو الموقع كي جاي داير وشو الشو وشو المدخل ديال المدينه كي دايره. الله يهديهم يحيدوا لنا هاد بوخرارب هذا وصافي. كيفاش قضيت هذاك المكانه مالها حتى هي خارج منها الماء؟ كيفاش قضيتها هذه؟ قضيتها هذه راه عام دابا هذا راه بخرا هذا الماء غادي مع الديور دابا. دابا هذا الماء راه خارج من الداخل. وهو تيخرج عاوتاني تيطلق عاوتاني مع بخرا رب. هذه الماء قالنا راه خاسره هذه راه لونكار خاسر عام هو خاسر هو دايرها هكاك. دابا هذاك الماء غادي يوقع مع الدار مع السيارة. راه دخل للداخل راه تدخل حتى للداخل تدخل للساس. هاد الدروج كانوا تفرقعوها. راه تفرقعوها راه تصوبوها هادو ولاو عاوتاني يبسوها هما عاوتاني تا هما عاوتاني تخنقوا عاوتاني. شوف عاوتاني ذاك لونكار كي دايره شوف شوف. انت شوف الناس فين عايشه صافي. هذا وضع صعيب يعني وهذا الشيء دابا يقدر كارثي. الماء راه كيتسرب للديور. كارثي هذه راه مشكله هذه راه كارثه هذه والله يهديهم. وهذ الريحه هذه الريحه واحد من المواطنين تحي السعيديه سمع شنو قال قال واحد الكلمه قال الله يهديكم الله يهديكم لما صوبونا هذا بخرا راه خنقنا راه شفنا بهذ الريحه هذه. الرساله واضحه.
متابعي قناة شوف تيفي وكما تابعتوا معنا الآن وعلى المباشر، يعني كما كتشوفوا الناس جاية كتبرم على ذاك الماء باش ما تدخلوش لديورها، باش ما تدخلوش للمنازل ديالها، باش كذلك ما يوصلش للمساجد والأماكن العبادة، لأنه راك عارف هذه الرائحة وهذه المياه العادمة هي يعني الله يدير الخير، الله يكون في عون هذه الساكنة لهنايا اللي كتواجد بحي السعيدية، واللي كما قال الأخ هذا الشيء جا في الواجهة يعني والمدخل ديال مدينة مكناس في اتجاه حمرية، والناس اللي جايين واللي قادمين من سيدي قاسم ومن طنجة، وكذلك كاين محلات تجارية مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي واللي كما سمعنا منهم كيقول لك أنهم تضرروا من هاد المياه العادمة ومن هاد الروائح الكريهة اللي كتصدر منها. نعم مشاهدينا كما كتشاهدوا معنا هذا هو المكان، كنتمناو هذا التقرير للصوت والصورة يوصل للجهات المسؤولة والجهات المعنية من أجل إفادة المعنيين بالأمر والتقنيين اللي ممكن أنهم يتدخلوا ويلقاو حل لهذا المشكل اللي كتعيشوا هاد الساكنة مشاهدينا وكذلك تجار هاد المحلات. شكرا لكم، كان معكم مراسل القناة منير معطاوي من كاريان السعيدية، كنتمناو إيجاد حل في القريب والتفاعل الإيجابي. لا بابا لا 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 بابا لا باقي صغير ما خاصكش تجوز، سمعتوا الوليد اش قال؟ قال لك هاد الواد الحار راه داير لنا مشكلة في هاد الحي ديالنا، فكاين صغار كاين أطفال كاين دراري صغار كاين ناشئة اللي كتشم هاد الريحة واللي كتعيش فيها يوميا. كنتمناو شو السيارات راه جايين في هاد الماء واللي كيمر كيدوز في هاد المياه هادي، فكنتمناو هاد التقرير بالصوت والصورة يوصل للجهات المعنية والجهات المسؤولة ويكون تفاعل إيجابي مع هاد النداءات مشاهدينا ومتابعي قناة التيفي. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم مراسل القناة منير معطاوي من كاريان السعيدية مكناس، إلى اللقاء.